يشغلني أمر نبي الله إبراهيم. ماذا تقصدين؟ إنه يجلس طويلاً وحده ويتأمل السماء، وفي عينيه نظرة حائرة. هو دائماً ينظر للسماء، فما الجديد في الأمر؟ انتظر، إنه يتحدث. قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. عجيب هذا السؤال من خليل الله. إن الله تبارك وتعالى يحدثه ويسأله: أولم تؤمن؟ رد إبراهيم: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الريح قوية، لا أسمع شيئا مما يدور. وأنا أيضا، لننتظر ونرى. بيضاء، نبي الله يقترب منا. نعم، ما أسعد حظنا بقربه. لا أصدق نفسي، إن يده الكريمة تقترب مني كأنما يريد أن يربط على رقبتي. يا لك من طائر محظوظ، يحملك نبي الله بيده الكريمة ويأخذك إلى أعلى الجبل. ترى ماذا ينوي أن يفعل؟ لا، إنه يحمل في يده سكيناً. لا لا، خذني أنا بدلاً منه. لماذا تذبحه يا نبي الله الحليم؟ ماذا فعل من سوء؟ رحمك يا ربي. لا أصدق ما جرى أمام عيني. الطيب الحليم يفعل هذا. ليته اختارني أنا للذبح وتركك يا زوجي ووليفي. إلى من أحكي وجعي وأنت ممزق بين الجبال؟ سبحان الله العظيم، إنه يعود إلى الحياة. ما أعظم حنانك بنا يا الله. سامحني يا نبي الله على جهلي. لماذا تبكين يا بيضاء؟ هل جرى شيء؟ أنت آية من آيات الله يا زوجي. ماذا؟ لا تسخري مني، أنا لا أذكر إلا أنني استسلمت للنعاس بين يدي نبي الله، والشيء العجيب أني استيقظت فوق هذا الجبل وطرت إلى يده الحانية مرة أخرى.